درجة الحرارة اليومين دول بصراحة وحشة قوي، والنهاردة كان في رطوبة عالية، يعني كان الله في عون الناس اللي بتشتغل في هذه الأجواء يعني. لكن يعني يقول لك كل ميسر لما خلق له. درجة الحرارة النهاردة الصبح مسجلة من 37 ل 39، وبيقول لك بالليل 26 27 يعني. طيب ايه اللي بيحصل ده؟ واحنا مفروض ان داخلين على اول اكتوبر وفصل الصيف خلص، وفصل الخريف معناه ان هو لا حر ولا برد، ده احنا بنستعد لدخول الشتاء يعني. فايه يعني ماذا يحدث في درجات الحرارة في هذا التوقيت؟ متعودين احنا اخر 9 ده اول 10 بقول لك بننزل الشارع ومعانا بالليل حاجة كده زيادة عن اللي احنا لابسينه يعني، او لو الجو فيه سنة برد. معايا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية. دكتور محمود مساء الفل. مساء الفل على حضرتك استاذ محمد وعلى كل السادة المشاهدين، اهلا بحضراتكم. ايه اللي بيحصل اليومين دول؟ يعني ايه واحنا داخلين على اول اكتوبر اهو الاقي درجة حرارة عالية؟ احنا دلوقتي طبعا في النصف الاول من فصل الخريف اللي ابتدى بداية الأسبوع الحالي يوم السبت تحديدا، كانت البداية الفلكية والجغرافية لفصل الخريف. لكن زي ما احنا عارفين ان النصف الأول من فصل الخريف بيتشابه في كثير من الصفات والسمات مع فصل الصيف، فوارد جدا خلال النصف الأول من فصل الخريف اللي احنا فيه حاليا نتعرض لبعض الموجات اللي بترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير. لكن بيبقى الحذر دايما ان بعد ارتفاعات درجات الحرارة بيحصل انخفاض حاد، وده اللي بيصيب العديد من الناس بنزلات البرد، وده بالفعل اللي حاصل خلال الموجة الحالية. يعني درجة الحرارة حاليا الأجواء شديدة الحرارة سواء على القاهرة الكبرى الوجه البحري، محافظات جنوب الصعيد كمان وصلت عليها العظمى الأيام دي ما بين 45 ل 46 درجة مئوية زي ما حضرتك أشرت. احنا في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، فبالتالي دي درجات حرارة أعلى من المعدل بشكل كبير. لكن نتفاجأ إن يوم الحد القادم إن شاء الله في تغير كامل في الحالة الجوية. الحد الجاي ده؟ بعد بكرة إن شاء الله، يمكن غدا السبت هيبقى فيه انخفاض طفيف بمعدل درجة درجتين عن اليوم، لكن بداية من الحد تحول كامل بقى في الحالة الجوية. درجات حرارة منخفضة بشكل كبير، هتوصل ما بين 30 ل 31 على القاهرة بعد ما سجلت اليوم 37 38 درجة، بالتالي ده انخفاض حاد بشكل كبير. كمان خلال ساعات الليل هتنخفض درجات الحرارة علشان توصل ل 21 درجة مئوية، فدي بالفعل تعتبر درجات حرارة منخفضة بشكل كبير. هيكون في سحب تغطي اغلب المحافظات الداخلية للجمهورية من القاهرة الكبرى الوجه البحري محافظات الصعيد سيناء، السحب دي متوقع معاها امطار هتكون خفيفة في اغلبها، لكن بوجه عام هيتحول الحالة الجوية والطقس لطقس خريفي بعد ما كان يعني من يوم الحد بعد بكرة بمشيئة الرحمن هنبدأ نحس بقى بأجواء الخريف يعني الحلوة دي إن شاء الله بإذن الله، مستمرة حتى نهاية الأسبوع إن شاء الله. طيب هترجع في موجات حارة تاني برضو ولا؟ الاحتمالية موجودة، لكن مع بمرور الوقت الاحتماليات بتضعف، لكن حتى نهاية النصف الأول من فصل الخريف معرضين لبعض الموجات اللي بتكون شديدة الحرارة. هي سمات شهر الخريف ايه؟ فندم؟ سمات شهر فصل الخريف بتبقى ايه؟ ابرز سمات فصل الخريف ان درجات الحرارة في المعتاد بتكون اقل من درجات الحرارة في شهر 7 وشهر 8 بشكل ملحوظ، نسب الرطوبة مش بنحس بيها بشكل كبير. اهم سمة في فصل الخريف وهو التغير الواضح في الحالة الجوية خلال فترة زمنية قصيرة، وده اللي بنسميه التغيرات الحاده والسريعه، ايام درجات حراره عاليه تليها مره اخرى درجات حراره منخفضه بفارق كبير جدا في اقل من 24 ساعه. بيكون في فرق كبير ما بين درجات الحراره العظمى والصغرى لنفس اليوم بيتجاوز ال 10 درجات طبعا، وبالتالي فصل الخريف بتكثر فيه الامراض الموسميه زي الانفلونزا على سبيل المثال. كمان فصل الخريف بتبدا تظهر فيه بعض الحالات الجويه العنيفه اللي بيكون معاها امطار بتصل لرعديه في اغلب الاحيان، حتى وان كانت خفيفه بتكون رعديه بسبب ان بيكون في فروق كبيره بين درجه حراره الارض وطبقات الجو العليا. بنتعرض فصل الخريف لبعض موجات الامطار اللي بتكون عنيفه وشديده بتصل بدايه من السواحل الشماليه وحتى القاهره وتمتد لمناطق من الصعيد،
دي ابرز سمات فصل الخريف. كمان احيانا بينشط فيه منخفض اسمه منخفض السودان او منخفض البحر الاحمر، ده بيؤدي لتساقط امطار بتصل في بعض الاحيان انها بتشكل سيول على مرتفعات سيناء ومرتفعات البحر الاحمر. ده اجمالا كده ابرز سمات فصل الخريف. شكرا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه.